يقولون دائما أحلام الأمس حقائق اليوم، ليتحول حلمنا إلى حقيقة أرض الواقع ونظرة مستقبلية باتت قريبة. مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT معادلة صعبة تحققت على أرض مصرية، يمتد من مدينة السلام مروراً بالعاشر من رمضان حتى العاصمة الإدارية الجديدة. بدأت وزارة النقل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بالتزامن مع تزايد التواجد السكاني في مناطق شرق القاهرة وبداية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. يبدأ مسار القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدل منصور التبادلية مع الخط الثالث لمترو الآفاق لربط كافة مدن شرق القاهرة، وهي السلام والعبور والمستقبل والشروق وبدر، ثم يتفرع شمالا بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول إجمالي يصل لأكثر من 103 كيلومترات بعدد 19 محطة. وتنقسم أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف إلى 4 مراحل رئيسية، وتمتد المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة مطار العاصمة بطول يصل إلى 65 كيلومتر بعدد 11 محطة. أما المرحلة الثانية فتمتد من محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3 كيلومترات، ويتكون من محطة علوية محطة الفنون والثقافة. المرحلة الثالثة تمتد جنوبا من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتتبادل الخدمة مع القطار السريع العين السخنة مطروح بطول 18.5 كيلومتر، وتحتوي على 4 محطات منها 3 محطات علوية ومحطة سطحية. وتمتد المرحلة الرابعة والأخيرة شمالاً من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كيلومتر، وتحتوي على 3 محطات منها محطتين علويتين ومحطة سطحية. وتصل الطاقة الاستيعابية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف إلى 500,000 راكب يومياً خلال توريد 22 قطار يجرى تشغيلها تجريبياً على امتداد مسار المشروع، ليصبح يوماً ما منافساً لخطوط مترو الأنفاق في قلب العاصمة الكبرى. يحقق مشروع القطار الكهربائي ربط العاصمة الإدارية الجديدة حلم مصر قيادة وشعباً، لتنفيذ أول مدينة عالمية على أرض مصرية، والتي تم تخطيطها وتنفيذها لتكون أكبر مركز سياسي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في محافظتي القاهرة والجيزة ومنطقة وسط المدينة، لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة وغير ملوثة للبيئة.